بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم متابعين سناب ملتقى اهل الحلال. جولتنا اليوم الثلاثاء الموافق 16/4/1442 في سوق حراج الوفاء في شقصة، حياكم الله تعالى. النهار هنا المؤشر اخضر. 20 20 20 30 40 50 60 70 80 90 1110 مرة ابي اشاور احد زود تدل رزقي. ما شاء الله تبارك الرحمن يا الاجواء، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجيب المطر ان شاء الله. هنا ما شاء الله طليان طيبة، أعمارها من 6 شهور وفوق، راحت من 1180. كم السوم مسعود؟ 830. السوم الآن 830 كلها طليان، أعمارها من 4 شهور. 40 هذول. 40 مرة ابي عشاوي بعد زاد قدر رزقه مرة اربع. هنا ما شاء الله كلها طليان، راحت من 960. سم 6 شهور ولا 6 شهور؟ ابشر ابشر بالفلوس. والله حول خمسة شهور اعمارها 5 شهور. ابي عمار 850 حد الزاد حد الهواء ابي حمره ابي اعرف مرة. هنا ما شاء الله كلها طليان، راحت من 1080، أعمارها تقريبا من 5 إلى 6 شهور، أغلبها 6 شهور. وهنا ما شاء الله كلها طليان، راحت من 1110، أعمارها تقريبا من 5 إلى 6 شهور تقريبا، بارك الله. وهنا ما شاء الله طليان طيبة، راحت من 910، أعمارها تقريبا 3 شهور أو أقل من 3 شهور. وهنا ما شاء الله طليان فيها 4 رخاء، راحت من 800 ريال، أعمارها تقريبا 2.5 شهر. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم 870 اخلص لا بيع 80 90 برا 900 شرف شرف يا خالد حساك بالخلال يفقع عينك. 890 ضربة ضربة الله يبارك له تربة اربط الباب يا من جاه. كم راحت؟ بيع مرة بيع مرة. كم راح؟ 230. هذه كلها طليان جبدة، راحت من 1230. جاك جاك هذا برزقه، هذا ما قنع، هذا ما سمعنا، مرة 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 على البحر.
يربح زبونه. قنح يا سعود. قنح قنح. والله قنح. يا ناس عبد الزود. يا ناس عبد الزود 190 مرة مرة مرة. يربح زبونك. قنح. قنح يربح زبونك. قنح يا سعود. تقنيع به. روح تربح يا ولد. روح تربح. سجل. اكتب يربح الصح يربح سجل يا راحت من 1010 كلها طليق اعمارها تقريبا من 4 الى 5 شهور مره هذا خاطر مره عمي الله يبارك زبون يربح 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 لا تضل غرها بارك لك النعنع هذا تزود هذا مره مره لفت بقى عندك هذه كنت تحبهم غير على 50 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 700 على 50 700 على 50 700 فيه 6 رخام على 50 ابيعه على 60 اشهر يا نايف يا نايف 50 ثمان ابيعها اعطيه كل الطليان ابيع مره يا عمي الله يبارك الزبون 50 ثمان حد نزود مره الله يبارك يا رب احمد عويل ابي عمر اعطي ابارك له على الشاطئ حد الهوى ابي عمر كلها ارخام يا خالد الله يبارك له 1170 الله يبارك له يا الشايب يربع سجل 12 يا ماجد 12 خلاص 1010 ريال 1010 ريال مره حتى نبارك له حوش على يربع يربع عندك بزول ها 1010 عندك عندك زود؟ طيب انا ما اقول الا على المطاليج 1010 عندي مثل الشروات خلص علي اللي قلنا 10 تبى تقول تبى نوصل الله كلها ارخام يا ابو عبد الله كم السوم؟ يا شبيب هات شبيب علىها يا هوني يا شبيب السوم كم؟ 1160 هذه كلها طليان جبره السوم الان 1160 على 160 يجيك اثنين يفهمون وكيف يصير لازم واحد على 160 على 1160 على 1160 على 1160 على 160 شحم مرصص 160 ابيع لي مره حد الخاطر حد الهواء هنا ما شاء الله كلها ارخام اعمارها تقريبا من شهرين ونص الى 3 شهور راحت من 870 كلها ارخال يا راعيها ولا كلها طليق ما شاء الله تبارك الرحمن تستاهل تمام 160 عادل وين انا عندك ب 60 يا عادل تمام 160 تمام 160 يعني وار عندك طيبين طيبين كلها ارخام كلها ارخام مره يربح شبيب يربح الحدد شبيب 800 الله يبارك 940 يا نواف 940
940 كلها ارقام. السوم الان 940 اعمارها تقريبا من 4 الى 5 شهور. عندك شو محمد؟ محمد يا اخي حرام عليك اليوم بارد. جمل جمل طلياني رايوس معروف يا ابوي تسعبيها كله طليان كله طليان خاص الرعي يقول كله طليان اخلص والله من شاف الله اللي بيجود بسنتك ها يا ولد ها يا ولد على 1070 ما معك ولا ما حصل 1070 على على 1070 وانا سكت وانا حرج على 1070 زيد على 1070 على ما انا خبر على الرجل تشتري ما انا خبر الا لو خبر الرجل تشتري كنت بيه لكن هنا ما شاء الله هذه كلها طليان فيها رخلين اعمارها من شهرين الى شهرين ونص راحت من 800 ريال صافي بارك الله للبائع والمشتري ما شاء الله باهم تربية طيب راحت ب 900 بعت السوم الآن 900 كلها رخام أعمارها 4 شهور تقريبا وفيها أقل من 4 شهور يلا شاور المحرج سلطان جعيد